مشاهدينا منرحب فيكم من جديد. تختتم اليوم الدورة السادسة من معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي يلي يعتبر الأكبر من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. طبعا معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي يعكس التزام حكومتنا الرشيدة بتمكين أصحاب الهمم وتهيئة الفرص لهم للعيش باستقلالية وتحسين جودة حياتهم. الزميل ناصر السليمي تجول بين أجنحة المعرض وعاد لنا بالتقرير التالي نتابع. يعود معرض إكسبو لأصحاب الهمم الدولي في دورته السادسة لدعم أكثر من 1,000,000 شخص في الشرق الأوسط ويعزز الشراكات مع الخبراء العالميين. جمعية الإمارات للتوحد تحرص سنة بعد سنة على المشاركة في معرض إكسبو لأصحاب الهمم أو أي معرض معني بتمكين ودمج أصحاب الهمم مع أفراد المجتمع، وأهم الطرق العلمية الصحيحة لدمجهم في المجتمع. والمهم جدا أيضا مشاركة الجميع بورش العمل والمحاضرات والجلسات اللي تساعدنا في فهم هذا الاضطراب وكيف نحن ممكن أن نعالج التحديات اللي تواجههم. اليوم نحن مشاركين في معرض إكسبو أصحاب الهمم، نعرض مركبة الإسعاف الحسي وتطبيق إسعاف دمي. طبعاً مركبة الإسعاف الحسي هي أول مركبة إسعاف حسي على مستوى العالم. المركبة هذه سويناها بعد ما اطلعنا على أفضل الممارسات في التعامل مع أصحاب الهمم من فئات متلازمة داون، التوحد، الإعاقات الذهنية البسيطة. مركبة الإسعاف الحسي أخذنا فيها الأشياء اللي موجودة في الغرف الحسية في مراكز التوحد حطيناها في مركبة الإسعاف الحسي. أما بالنسبة إلى تطبيق إسعاف دبي فمشاركين بخدمة الصم في الحالات الطارئة، فإذا حد من الصم يبغى يطلب الإسعاف في الحالة الطارئة ممكن أن يطلب الإسعاف من خلال ضغطة زر في تطبيق إسعاف دبي. نولي في بلدية دبي الأولوية القصوى من أجل توفير خدمات عالمية المستوى لأصحاب الهمم وضمان حصول كل أفراد المجتمع على فرص متساوية للنجاح في مدينة تلبي احتياجات الجميع. السنة بالتحديد في الدورة السادسة الوضع مختلف، صار في تطور أكثر، صار في وضوح أكثر من حيث الجهات المشاركة، وصار في أيضا حتى جهات كثيرة ضمت ما كانت موجودة في السنوات الماضية، وهذا ضاف لمسة مختلفة وضاف كذلك يعني حضور مميز لهذه الجهات اللي انضمت هذه السنة، فضلا عن أن المعرض يعني يشكل نقطة مهمة لكل صاحب همة سواء من دولة الإمارات العربية المتحدة أو من كافة أنحاء العالم. أولا حبينا أن نحن كمتطوعي لشكرا لعطائك التطوعي نساهم وننجح كل المبادرات التي تقوم في تفعيل المبادرات المجتمعية والتي تحقق مئوية الإمارات والعمل المستدام في دولة الإمارات. نحن نعرف اليوم دبي هي عاصمة وبوصلة لجميع المجالات الإنسانية والثقافية والرياضية، واليوم كإمارة دبي صديقة لأصحاب الهمم كمتطوعين مشاركين في التنظيم والتنسيق وأيضا الدعم اللوجستي لهذا المعرض، وأيضا إعطاء للمجتمع المحلي والعالمي بأن دولة الإمارات تعتمد على المجتمع من خلال مختلف شرائح المجتمع وأيضا المتطوعين. عندنا نحن كفريق شكرا لعطائك التطوعي في هذا المعرض وجود متطوعين من أصحاب الهمم وأيضا المتطوعين الأسوياء. في النهاية في هذا الحدث نقول اليوم دولة الإمارات تقوم على أساسات واضحة في تبني المبادرات والممارسات التي تحقق التنمية المستدامة في دولة السعادة. تنسجم الفعالية مع رؤية الإمارات بتمكين أصحاب الهمم عبر استخدام أحدث التقنيات والخدمات إلى دبي.